أنا يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي، سلفية في النهج نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وباب كي أنو درسي وراء آخريني وحوها باب الشفاعة، وكم إذاها براهين ودلائل التوحيد. وهي نهر سنة مسائشة يفوائد باب كاسو حول الشيخ رحمه الله. فيه مسائل الأولى مسألة كوبات وتفسير الآيات، آيات كتفسير كود. تفسير كود لو حكوصة أروري شفاعة إنو إلهي سبحانه وتعالى أولي يهي وعيدك لآره إلهي عيد إلهي سبحانه وتعالى وإدموه وقل آدمو يعني عيدك لانا إنا لشفاعة قادهين. تأسين واحد تصيصي تمر درد مخلوق يمر دان وقفك آخرة وحبا وقبان كرين وحي إلهي وفصحه ولب الدعاء ونعمه ياني إنا رحق اللهين العابد عدة حق أولي عدة رنكا ودة ولا الله سبحانه وتعالى. الثانية السنة لبعض صفة شفاعة، شفاعة صفة دي شفاعة المنفية إلا الديدي القرآن والديدي ودي ما تشرته. وأيو القرآن نفى شفاعة وأثبت شفاعة، القرآن شفاعة الديدي ورديع مس شفاعنا وصبع مركلا بدأ وين لك على قرطو سيف يقول كل الدوين ويسكو مد معها. الشفاعة التي نفاها القرآن، الشفاعة التي أثبتها القرآن، شفاعة القرآن كوديدي، شفاعة القرآن كوصبع يسكو مد معها سيف يقول كل الدوين سيف دواين لك قرطو سيف دوا محي والتي تطلب من غير الله وتإله عدان هين لو يديستو الخالية من إذن الله والرضا وتكمرن أقولان شاء إلهي وشفاعة أنو إلهي أقولان نعميس وتكمرن راليان شاء إلهي وعدانو إلهي راليك النقون إلو شفاعة قاد ولو شفاعة قاد ماي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وانا لبن نوعو مد شافعة لودي دي كشفاعة قادية وعلى تلمامي وحي إلهي سكدي لعابد الشرية ودمينان شفاعة قادية. كل ما كان يعبد من دون الله في الدنيا لا يشفع لمن عبده وحكس طول عابد الشري وان الله سبحانه وتعالى عدي عابد الشرتي وشفع قادم يا آخر عدك للو الدواء المشفوع له يوم عد لو شفع قادم للديدي ولو لو شفع قادم يوم والكفار والمشركون قالوا دم كوي عابد الشرين أو شفعة قادمين كوي أكلان أو شفعة قادمين وآي وحي وآيين شرطي شفاعة التوحيد والإخلاص. من أسعد الناس بشفاعتك حول نبيك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي إلا إنا محوط المهام مشركين ما لنك قيام عيد شفعة قادمين أنه إلهين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع كوي عابد الشريري كل قوانا وشفع قادم آيان ملائكة إيا النبي يدا إيا الصالحين تنا وشفع قادم آيان وشرده إنا وشفع قادان إلهي وقف الصح لها والتوحيد والإخلاص وما كمغ. الثالث صفة شفاعة، شفاعة صفة شفاعة المثبتة إلى الصغي القرآن والصغي وشفاعة شروط دي شفاعة لما يسترنت وإذن الله ورضاه إنه إلهي أقلاضي إيا إنه إلهي رالك النقضة عدة إلا شفاعة قادم شفاعة النوع عاصنا ومد إلهي وليه إلهي كحران وعدك للم ويدي سنكره وميد حتى دمتين مورن كرتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا إيه شفاعة قاد ويوحي يسقوا لي يا هيما وحي لا إله يقول لله شفاعة جميعا.
الرابعة ذكر شفاعة شفاعة الشيخ شفاعة الكبرى أي ويني شفاعة وينواتي وشفاعة لأهل الموقف كافرهم ومسلمهم ليقضى بينهم شفاعة نبي محمد وشفاعة قاضي يدد كتاقن قرومة قيامه قال دودي إسلام كودبا وحانا كساب صنطهاي بريء إلهي وقبر يدد كان إن ماشان لقد قاتشيو لك الحكومة من جنة لقيه إيو من نار لقيه كان شفاعة الكبرى وطان شفاعة العظمى أنا ولا نبي قاني عليه الصلاة والسلام وقارته وهي يدو المقام المحمود أي من المقام المحمود مقام كعدة استاكت الله ما هذه أي كمتر الخامسة صفة ما شيء سفدي سيفعله وصمين أيو نبي صلى الله عليه وسلم مركو خلايق دي ما داني لا نشف عقاد وحو الصمين يا سفد أولي أنه لا يبدأ كبلا ما بشفاعتك شفاع عقاد كبلا بما يو بريء إلهي خلايق ده وبريء كبلا بما يو محوكا الرئيسين يا إنه إلهي إذن كيسي وقلانشي صهرته يفسحي ودونته بل يسجد وسجوده ولو عرش وكو سجوده وانو سجود سناني حتى إنه شفاع عقاد إسكدائي ما سوى توسى يو إلا إلهي وراده إرفع كرو قاد وضع حاجة سل تعطى واشفع تشفع فإذا أذن لو مرك الله إدمه أيو شفاعة شفاعة قاضية ولم يو شفاعة قاضية أنت لا إدمه لأنه شفاعة قاضية فيحد لي حدا أيو النبي عليه الصلاة والسلام تاسي مركا محيم وتسم شفاعة إنا أنا أهين وحنبي محمد عليه الصلاة والسلام وليه والله قبر يكر عدك لنا دي هذا الكيد بداه إلهي بايس كاله إلهي مركو سيئو فصحو أي مو شفاعة قاضية نبي محمد عليه الصلاة والسلام السادسة من أسعد الناس ضدك يا أمضاً وقو ليسن وقبيها شفاعة وأيو أهل التوحيد والإخلاص حديثك بهريرك وعد قف أن توحيد كل ماني شفاعه لماي لا أحد يشفع له عدو شفاعة قاضية سمكرته وكقضية شفاعة السابعة أنها شفاعة لا تكون ومحاصلة لمن أشرك بالله قف إله الشرك والشريكية لو عد إله الشراكة وقال لكي أرن كم إذا الرماه لقارك يكليد وحق أولي يهي إلهي بأن القرآن كل شيء وشرد قال لكي حرمت دواء التوحيد إلهي نوي حرمتكم مشركين تكوى الرمي فما تنفعهم شفاعة الشافعين كو شفاعة قاضية شفاعة ودوافع ميسو وايو لأنه ماتوا على الشرك شرك بيكون انتهى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ظالمين ترى مشركين تالوغة تشيدة صاحب حتى رأيه منو شفاعة قاضية شفاعة لقى أقبله منما الله مشركين الثامنة بيان حقيقتها شفاعة حقيقة ديدة عدين تلعديوي شفاعة معها إن نبي عليه الصلاة والسلام أما عدك لا شفاعة قادسة عدة دونا ليقو تشنا يقلين ايان عدة دونا ناركس وصار ايان عدة دونا درجاي كورو قاضيا شفاعة نحر كيدي حقيقة ديد وابريون نبي عليه الصلاة والسلام يعدك لا شفاعة قاضي صابة عدة وشفاعة قاضيا إلهي وبريا لكن وبريا آخر بريا دا الدوية ويكدوان بريا دا الدوية إيضا قف ولبا إذا بوها يستاه في حدود الشرع إذا حدود الشرع قال لك طلاب هاي قفك ودو دعين كرتا إله وقفك نارتك بدباد إله وقفك تشندك إله وقفك ودن بناف لكن مركا عملك وقعوه وقت الجزاء لك قال وقت يليس أبال مريني وحكى الله ضدك أطر تيس كدائي حتى إلهي وبري كرت إلا إلهي وكوف الصح كشفاعة وحكى الله ما هو محي وبريادة عد إلهي سبحانه وتعالى وإدمى وفصحا خلائق ذا أما خلائق ذا قار كود إلهي وبري يوم القيامة وانتص إما أود كلا الله سين يلا أرانيو أرضا أدوك ضدك عدة دون سنة شنقة عدة دون سنة نارقة
cidda doonaysidna u dambi dhaaf cidda doonaysidna jannada meesha doonaysid ka geli maaha waa maxay xaqiiqadeedu wakii sheekh hore uu soo sheegay sheekh islaam ibnu taymiya hadalkiisa ku jirta wuxuu yidhi xaqiiqatu an allah subxaanahu waladii yatafadal cala ahli ilkhlaas cidda cid janno geynaysa derajo kor ugu qaadaysa u dembi dhaafaysa qaar naarta galo ahlu tawxiida ka soo saaraysa ee arrintaasi ku manaysanaysaa ma rasuulka calayhi salaatu wasalaam mise waa ilaahay waa allahu subxaanahu watacaala marka shafaacadu waaye waa maxay daba waa duco arrintaas sabab u noqonaysa fayakfiru lahum biwaasitati ducaai man adina lahu an yashfaca marka su-aasha alaa ka soo baxaysa waa inagii xalay ka jawaabnay darsigii qawaacidu arbacan aynu ku soo aragnay mar hadday shafaacadu tahay tafadul min allah wax ilaahay addoomaha uu siinayo janno gelin naar ka soo saaris derajo kor u qaadis nebigu inuu shafeeco qaado malaa'ig ambiye kale dad kaloo saalixiina macnaha ay leedahay waa maxay inaga inu dhi waa ikraam lishaafic ilahay wuxuu muujinayaa kan intuu ilaahay dadka u baryay ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisi uu aqbalay karaamada iyo maamuuskii qiimaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay waa kaa yidhi liyukrimahu wayanaala almaqaam almaxmuud baabu qawli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa u baabiyay ilaahay uu yidhi innaka adigu nebi maxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabtaka aad jeclaato ama hanuunintiisa aad jeclaato baabkani afartii baaba aynu nidhi sababta kitaabka loogu qoray waxa weeye bayaanu baraahiini tawxiid waxyaabaha ilaahay inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay tusinaya iyo tawxiidka waajibnimadiisa iyo shirkiga baadilnimadiisa si loo muujiyaa loo keenay marka maqsuudka baabkan laga leeyahay waa maxay wa bayaanu burhaanin aakhara min baraahiini tawxiid waa in la caddeeyo daliil kale oo ka mid a adilada tusinaysa tawxiidka ilaahay inuu kelidii cibaado xaq uu leeyahay daliilkaasoo ah anna nabiya calayhi salaatu wasalaam laa yamliku hidaayata tawfiiqi liaxad wa inamaa hiya lilah hanuunka waafajinta qofka in xaqa la waafajiyo cid kala daaya nebi maxamed baan calayhi salaatu wasalaam lahayn yaa iskale allaahu oo qura taasina maxay tusinaysaa hada daliil calaa maada calaa qudrati illah dadkaa inuu hanuuniyo oo quluubtooda xaqa uu geliyo waafajiyo ilaah unbaa awooda makhluuq awoodaa ma jiro marka hada daliil calaa qudrati illah wa daliilun calaa cajzi lmakhluuq awoodda ilaahay iyo taagdarada makhluuq ee taas tusinaysa mar haddii makhluuq uu caajis yahay oo wuxuu ilaahay karsiiyey mooyaane wax kale baanu karahayn ilaahayna uu yahay calaa kulli shayin qadir mid shay walba awooda dee allaha shay walba awoodaa cibaado xaqu leh makhluuqa intuu ilaahay karsiiyey mooyaane wax kale aan karahaynina cibaado xaqu ma laha baabka macnihiisu waa sidaa marka waa bayaan anna adurra wannafca biyadi illah waxaa la caddaynayaa baabkan lagu caddaynayaa waxtarkiiyo waxyeeladu inay ilaahay gacanta ugu jiraan wa anna nabiya fadlan can hayri laa yamliku shay-an min dalika nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya ayaan waxtar iyo waxyeelo khalqiga aanu haynin waxaana taa tusinayaa adeerkii abu taalib ayaa intuu adduunyada joogay wuxuu ku dadaalay inuu hanuuno hadduu nebi maxamed cid hanuunin karayo oo hanuunka uu ku toli karayo qalbiga u gelin karayo adeerkii abu taalib buu hanuunin lahaa laakiin arrinkaasi waa u suurtoobi waayo markuu dhintay buu yidhi u ducee markaasi haddana loo diiday uma ducayn kartid gaalnimu ku dhintay markaasaa ilaahay wuxuu sheegay qur-aanka oo ku sheegay abu taalib oo sidaa u jecel yahay cidda kale la midaba inaanu hanuunin karin fatabayana bihaada anna nabiya calayhi salaatu wasalaam laa yaqdir ilaa maa aqdarahu allahu calayh taa waxay caddaysay nebigu inaanu awoodin wuxuu ilaahay awoodsiiye mooyaane ilaahayna wax walba ma awoodsiin maxaad u malaynaysaa markaa cidda kale nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ahayn markaa nebigii mar hadduu sidaayo awooddiisu wasaa u xadidan tahay
وحي إلهي وكرسيه مويانا وحك الآن وكرين دواء مخلوق عاجز لا يستغني عن الله فعبادته باطلة مرهدو يا مخلوق تاقدرا وإلهي أباها وحي إلهي أود سيما وحك الآن أودين دي إلا عابدان حين غانسا باطل بين غانسا سقو أشرف الخلق يهدو حالك سسيدائي كوا كلانا محاذ ملينس فعبادة غيري أولى بالبطلان وهذا كتاب كحاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد وكتاب هذا في عنا مجلد وأنا الله لا نتكنا وكتر أكتب عنا مكتب داوية حاشية ابن القاسم على كتاب التوحيد وحيري قول الله تعالى لا أريد أنك هذا يقول محمد يقف ولو بلا تهدي ما ننكر تدمان أحببته مركا هداية هل كان نبي عليه الصلاة والسلام قرآن كو هداية ودي ذي باتشرة أي أشرت مدوا أقوال هذين ويشرت لابدو ما يسكو مدبا ما يم حيكو كل الدوين وصف صفة يكو كل الدوين تلو دي دينا صفة إلا يضعي تلو أقوال هذين صفة إلا يضعي هداية اللو دي دوا هداية التوفيق والقبول وإلا حقي لوافتش يوقفك وأقبله تادو قفنا وما هي سدويا معنا إن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه إلهي يقول أي تأوذ من نوى الله قلده إلى وحده وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وضدت وصنبا ضدك كوهان ونينيسا تاسواتي وهداية الدلالة والبيان معنى هذا واد وافتشين سايو واد أقبل سين ساماها معنى واما حي واد تصي سا واد عدين سا لأن النبي هو المبين عن الله والدال على ديني وشرعي السقى وحي حق إلهيك وقيمي تتكوى عدينا يا إلى الدين تيسي شرعي سي أحكام تيسينا سقط الصناعية إنك لا تهدي مركا هداية هلك الذي وهداية التوفيق والقبول إما هداية الدلالة والإرشاد معها ما نحببت مركا للي الله بقول بمفسرين تكلهم ما نحببت لقرابتي كأت شعلاته قرابة لماذا إذا كان حيث أوجد أوت شعلاته إيو ما نحببت هدايته وكاد هنون كيسة شعلاته وأنا سيد ابن جرير الطبري يبغوي إيو الواحدي يسعد يشنقيط يأي دورتين إنك لا تأدي من أحببت أي من أحببت هدايته كان هنون كيسة على تأدو ما هنون كرت قال في صحيح عن ابن المصيب وسعيد بن المصيب عن أبيه مصيب بن حزن سعيد بن المصيب ابن حزن يا لورنجري مركا نبي عليه الصلاة والسلام ويري مغا عايسك بدل حزن ومن الحزون والشده واضيق يقلف سنانته ما غو خونو قفك راد بو كويشا لا صعو مغا وناكسن راد في عمو كويال مغا خمنا راد حمو كويال دي ورابا لو بخي وراو ما دو دعوات دي لو بخينا دبعيغيدا يلان بركا نبي اسك بدل بوري ولهذا نبي غو خو جعلا مغعيده وناكسن وقعد حنحن النبي عليه الصلاة والسلام متشعلن كسوري لا أغير اسما سمانيه به أبي ما قعب هاي بحي بدلي ما يقول إنه النبي كوا تبين هاي بدلست أي فهم سعيد بن المصيب حوري فما زالت الحزونة فينا أضي جئي قلف سنانتي ولي وين الضبصع تابوري مدبا مدبا وقت اللوضة مركا ما قعد عن في عنين سوالي دنات بيقوا بدين مقعداس دقال إيو إن مقعيا حيوان ضد كان الله بحيه إيو ورابع إيو عري إيو وحفي عن ما وحاس علاد إيو دقال علاد دقال إيو بلاي مقع كتر شو ما يوي مقعدا قاركود أضيق بكتر شو ما يان قرص كلاي عن أبيه بكوريي قال وحر لما حضرت مركياي أتمي أبا طالب أبو طالب ورسولك أديرك أها ومركو يران سو كوريي مركي لا يوحي ودين القرب استاقي الوفاة قيريد مركي كسو حاضرت مركا علامات الوفاة وي وقيريد اللفت يدي ما نفتا كقر ما يسمى ها يعني عند قيريات بو يشوي المعنه علامات الوفاة بالوجه دي أسبابها إما ها النفط عنا كقصة أرطي
وإلى أن نفتح هناك قصور نوحة الصينية محاورة أبي طالب من عنده دودا ولا دودا يي عندنا أكتوك تيدي لها دليس وهذا وقت شوابي وكعليني قف نفتح هناك قصور رطينة سيدا ميالو. لهذا علماء وحيلادين الوفاة وحلوتش هذا علامات الوفاة وأسبابها سيدا ابن مفلح ويري كذلك ابن حميد ابن باس وأنا قول أكثر أهل العلم الأداب الشرعية كتاب كالرابات كأيج مجلد كوبات سبحانه بقول يستدي لحين جاء وحويمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبو طالب أويمي أو آدو حنصني وعنده حال عنده أبو طالب أكتي سنة عبد الله بن أبي أمية وتشوقية وأبو جهل ربضا قال باك فليا فقال له حكور نبيكو يا عمو أديرو أدير كيو يا عمي ويا دين الحدفين قلت مرخم ونادى مرخم قل وحات هذا لا إله إلا الله له كلمة كلمة له أحاج لك يعني حجة أنك قد لقو بها إيادة عند الله إلى أكتس أنك قد ضوضها أوران إله إلا لما ضوضه وحاج أن ضوض لك هذه بها إيادة أنك قد ضوضه عند الله أوران وحاج أن يجعلها حجة لك أنك يلمد هذه حجة كوة عند الله إله أكتس ودي لا إله إلا الله فكل انت حجة ونقونس إله أكتس فقال وحي رادين لبدي قال أكفر دي له أبو طالب وحي كود رادين أترغب مياد نعيس عن ملة عبد المطلب عبد المطلب وآبها دين تيسي مياد نعيس ودين عبد المطلب محاهد شركية نجاس محاهد كتيبة كوانينية فعاد وعلي عليه النبي عليه الصلاة عليه أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم النبي كسر علي هذا الكي وهذا الكي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فعاد يقول يكسر علي وكان وحوها آخر ما قال وحي ودن بيه ويري هو يسقو على ملة عبد المطلب دينتي عبد المطلب وهيستاه وكل من أيه أبو طالب السدايري وأبا ودد أبو طالب أن يقول إن هذا لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحوري لأستغفرن تمداف بان إلى أيام ويدين إلهي لك أديك أنك ويدين ما لم أنهى عنك إنتان ليك دين أن الأوران تمداف إلهي هو ويدين إنتان الأوران فأنزل الله إلى وحسودتي ما كان للنبي نبي أو مبناني والذين آمنوا قوى مؤمنين تها أن يستغفروا إن الدم داف إلهي ويديا للمشركين قوى قال لماذا قد انتهي لو ما الدعاين كرقف قال لما قد انتهي كواحد سويدين له سيدي آيات دين وقصوا الدكتة أبو طالب يدو آيات دو آية مدنية وران كي هجرة الدبدي سودكي سورة طوبة وسورة مدنية أبو طالب نما كو قد انتهي بالاتفاق سيلسكوا فقسيه ابن حجر يا الشيخان مركا لي فأنزل الله ما معنى يدو قصدا أبو طالب با آيات سودقستي الصابو أحيط امعنوا ومحي هذه القصة مما تشمله الآية وتدل عليه ويمعنوا قصدا وحي كميتها وحي با آيات هوس إمانية معانيه آيات دو أي كهد ليسي سوهوس كلاية ما قصة دعا دعايا وكدب آيات دا سوه دكتب وقصة دا أيابا أياه الرئيسي وآيات دو رويد دنبيسي تاسينوا أرين معروفة عند الصحابة إن آيات أرينان آيات سبب نزول كيدي آنها إن إرادة ويكو سوه دكتب يقول كيدا أرين تاني واحد كميتة وحيابا آيات دا أي كهد ليسو كما يقول الله فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ما هاق صدر أبو طالب آيات سبب النزول وحوي قصدنا أبو طالب وحي كميتاي وحيابه آيات دانكها الله يسو أي كوب صنيسو وأنزل الله إلى يوحو سودتي في أبي طالب أبو طالب إلى يوحو كسودتي أي في قصة أبي طالب وإلى يوحو كسودتي
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مفسرين ترى تاوى إسقاف قال آية دنيا أبو طالب كسودك تلا كده سيا كم جارها قفل بوكوب صرصر. الزجاج مفسر كويحد أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب. قال ابن حجر لم يختلف أن قلته ولماذا علمك صور رأسك ما يخلافين في أنها نزلت في أبي طالب إن يكسو الدكتي بطالب إن يكسو الدكتي. حديث كنا مركات دي آيات دنبو ميلا مريايو وجه الدلالة ومحي باب كسدو نوتسين أن النبي لم يتمكن من هداية عمي نبي أود أميالا أديركي أو تشعلاين وحنونين وحنونية والدعاء له إنه أدعى ينا أود أميالا وألو الديني والشفاعة لونا أود أميالا إلا بعد إذن الله إلهي مركوه وقل هذا كدمو يعني. وأبو طالب وقال كقرة إليه محمد أشفع قاضي حديث كبخاري ووريه والتلمامي وأنا شفاعة خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب لابد أن يعمل خاص بكتل وعيد كلو قالوا شفاعة قاضي سامتشرته نبي محمد مياني قال نبي محمد شفاعة قاضي أنا متشر أبو طالب مياني أبو طالب شفاعة النبي وشفاعة قاضي وفي تخفيف العذاب وعذاب كان لقى خفيفية ماها في إخراج العذاب إن عذاب كان لقى صار نارتي وكتشرية ومركو عباس بن عبد المطلب رسولك ويديه وكيري إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء أدرك أبو طالب وكيلالين تري وكوهيلين تري وحموترت نبي وحري نعم ولولا أنا لكان في ضحضاح من النار طانا شفاعته وكيري لهين لا هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار حدا ميل نار تكمدو قابا وان لقى حيب كتيرا حدار الشفاعة دو تشيري لهينا هل كوهو سيسو نار تكقل لها كوحل السويدين كروا ما حكمة دو كتيرتا يدو قالا دا أصل كوياينا الله شفاعة قادة إنسانو باب كوهركو عرقناي النبي محمد الله فصحو أديرك أبو طالب إنو إلهي أبار يوسي عذاب كالله خفيفية هرطا وحي نولينا هاي أصلا با قالضو يقول نار تود الجلية هدنا عذاب كودس كميدما وكل عذاب درين شوف عاد النبي يقولنا عذاب كي كما يصارن أما إن لقى صار أبو طالب صاب وما ينقل إن لقى خفيف في أيوم بي صاب ونقل وبعض الكفار أخف عذابا من بعض قالضو وكل عذاب درين الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب كو اسكو درسده قال لي ما يدين توضد كاي كلا دغالما اني كور استاغان عذاب بان ازياد نبي الله او قالدا قالما اون كو جوكسدي دينت الاسلام كان لا دغالمين دد كان كور استاغين وي كعذاب بدين كو قالما يدين لا دغالن اسكو درسده مركا ابو طالب ما تكافرا سادلده كو عد قالما كو دنت لكن لم يضف الى كفره صد عن سبيل الله بل كان يحوط النبي وينصره قال لماذا كمود درسا إنه ددك الدين تيكور استاغي بل سقو قال أيو النبي عليه الصلاة والسلام وقر قال يوهي لناي تكلا نبي محمد وحو كده دالي أبو طالب وحنونه أو إسلام كم يقول ليسن صامة ودو عيب وسيولي مركو دينتي والو ديدي لبضا أمركي لقور استاغي وحلو يقول لا بقبو شيء إن لقى أقراضي أبو طالب إنه الدعاء دعاء السبب النقطة إن عذابك لقى خفيفي لكن لقى صوصار والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم كثيرا وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سياني يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية
والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثاني.